كانت فاطمة الشلحاوي ممرضة متميزة، وقد تم تعيينها في تطوان. كان تخصصها الترويض الطبي، ولذلك كان أغلب زبنائها من الرياضيين. وهكذا التقت مع عبد الله البوعمري، وكان لاعب كرة قدم مشهور في تطوان. تطورت العلاقة إلى زواج، بينما تسببت الإصابة التي لحقت البوعمري في استغناء فريقه عن خدماته. أصيب بإحباط وأغرق في الإدمان على الخمر. لما تخرجت فاطمة الشلحاوي من مدرسة الممرضات في الرباط، كانت شابة في ربيعها 18. كان تعيينها الأول في دار الشاوي بين طنجة وتطوان. كانت الممرضة الوحيدة في المستوصف القروي لدار الشاوي، وبالرغم من أنها تلقت تكوينا معمقا في الترويض الطبي، فقد كان عليها أن تتعامل مع كل الأمراض والحالات التي يستقبلها المستوصف. اكترت فاطمة غرفة في منزل إحدى الأسر، وبسرعة تمكنت من الاندماج في محيطها الجديد، وصارت عائلات كثيرة تعتبرها من أفرادها، إذ ارتبطت بعلاقات وطيدة مع النساء خاصة كن تجدن فيها خير من يساعدهن على مواجهة مشاكل وأعراض تخص النساء، إذ كن تستحيين من قبل أن تعرضن تلك المشاكل على الرجال من الأطباء. لم يكن ذلك ليعني البتة أنها كانت تتبنى موقفا عدائيا من الرجال، فقد كانت تعتبرهم بمثابة الآباء والإخوة. وما لبث تفاني الممرضة فاطمة في عملها أن تجلى تحسنا واضحا في الخدمات التي يقدمها المستوصف القروي لدار الشاوي لسكان القرية، وقد انبهر لذلك المندوب الجهوي لوزارة الصحة عندما زار المستوصف، ودفعه إعجابه بما تقوم به فاطمة إلى اتخاذ قرار بنقلها إلى المستشفى الإقليمي في تطوان، مبررا ذلك القرار بالحاجة هناك إلى ممرضة متخصصة في الترويض الطبي. وبقدر ما يتيح القرار اعتباره تتويجا للجهد الذي قامت به فاطمة، بقدر ما اعتبره سكان دار الشاوي خسارة لهم. لم يكن أمام الممرضة فاطمة إلا الامتثال. التحقت بالمستشفى الإقليمي لتطوان. كان من الامتيازات التي حصلت عليها أنها صارت تتوفر على سكن وظيفي داخل المستشفى، هو غرفة مؤثثة. في الحقيقة ساعدها ذلك على توفير بعض المال لإرساله إلى والدها لمساعدته. مضت فاطمة الشلحاوي على النهج الذي كانت عليه في التعامل مع الناس حينما كانت تعمل في دار الشاوي، واشتهرت في تطوان بالممرضة الرباطية، وصارت محبوبة لدى الناس، وكان أغلب زبنائها من الشبان الذين يتعاطون لرياضة كرة القدم، إذ كانوا كثيرا ما يحتاجون إلى خدماتها بعد إصابتهم بكسور أو التواءات أو ما شابه ذلك. كان في جملة من استقبلتهم في مساحة الترويض الطبي بالمستشفى الإقليمي بتطوان لاعب كرة القدم المعروف عبد الله البوعمري، وكان في تلك الفترة نجما مرموقا عائدا من أحد الأندية الأندلسية في إسبانيا. كان البوعمري قد تعرض لكسر في ركبته تطلب وضع الجبيرة لفترة دامت عدة أسابيع، وبعد أن أزيحت الجبيرة كان عليه أن يخضع للترويض الطبي، وبذلك صار من زبناء فاطمة. لم يكن الترويض يعني السماح للاعب البوعمري باستئناف اللعب، ومع ذلك في يوم صيفي بينما كان على شاطئ مرتيل لم يستطع المقاومة، أغرته مقابلة على رمل الشاطئ. أدى الجهد الذي بذله إلى توعك على مستوى الركبة. في تلك الفترة بينما تقاربت وتيرة حصص الترويض، نشأت بين اللاعب النجم والممرضة الشابة فاطمة الشلحاوي علاقة عاطفية ما لبثت أن توجت بخطوبة تلاها بعد فترة زواج. بالرغم من التحسن الذي عرفه الوضع الصحي للاعب البوعمري، فإن مدرب الفرقة التي يلعب لها لم يعد يعتمد عليه كما كان الحال فيما مضى. صار الأسبوع بعد الأسبوع يلزمه كرسي الاحتياط. كانت نفسيته تتأزم كل مرة أكثر، وكانت زوجته فاطمة حاملا. بنهاية الموسم استغنى عنه الفريق. انغمس اللاعب في شرب الخمر، وأدى ذلك إلى ضائقة مالية شديدة لأسرته، كما أنه صار لا يفوت صغيرة ولا كبيرة ليثور ويصرخ. لم يكن سلوكه يختلف كثيرا وهو في الشارع. نبذه رفاق الكرة،
ولم يعد له من رفاق إلا بين المدمنين الخمر. بعدما وضعت فاطمة حملها وكانت أنثى سمتها حنان، صارت تضطر للعمل أيام عطلتها الأسبوعية وكل أوقات الفراغ في مصحة للخواص، غايتها توفير ما يساعدها على متطلبات الحياة. هي لم تعد وحيدة الآن، لقد صارت أما، وهي زوجة لرجل مفلس. وبالرغم من أن مسيري الفريق ساعدوه في الحصول على وظيفة معلم للرياضة وعلى اقتناء بقعة أرضية شيدت عليها فاطمة بمجهودها منزلا متواضعا، فإن صاحبنا لم يكن يقيم وزنا للذي يجري من حوله، ومضى يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على الخمر وبائعات الهوى. في تلك الأجواء المتوترة أبدا كبرت حنان. كان صراخ الأب السكير إيقاعا لكل الليالي، كان الرعب يتملكها كل يوم أكثر، صار والدها رجلا مرعبا ومخيفا. لما كبرت وبلغت في الدراسة مستوى شهادة الدروس الثانوية، كانت تستدعي من حين لآخر زميلات لها في الدراسة لإنجاز تمارين أو مراجعة الدروس. وكم كان رعبها يكبر كلما رأت والدها في سكره يحاول التحرش بزميلاتها. لم تكن حنان تظن أنه سيتحرش بها يوما ما، كانت تقول إنها في كل الأحوال ابنته وفلذة كبده، ولكن الذي لم تتوقعه حدث. ذات مساء بينما كانت والدتها في العمل، حاول الهجوم عليها لاغتصابها. تمكنت من الإفلات منها والتجأت إلى غرفتها وأقفلت الباب بإحكام. منذ تلك الليلة صارت تتفاداه. تكررت محاولاته، وكثيرا ما تدخل الجيران لإنقاذها. ذات يوم لجأت أمها إلى الشرطة حيث تقدمت بشكوى في الموضوع. تم اعتقال البوعمري، ظل رهن الاعتقال الاحتياطي شهرا كاملا. ولما قابل زوجته وابنته حنان في مكتب وكيل الملك، بدا خائر القوى، بدا وقد ندم على ما فعل. رقت فاطمة لحاله وأشفقت عليه ابنته حنان، وسحبت زوجته الشكوى التي رفعتها ضده، واشترطت أن يخضع لعلاج يخلصه من إدمان الخمر. لما وافق أخلي سبيله. في الأسابيع التي تلت بدا وقد التزم بما وافق عليه، وما لبث أن غادر مركز العلاج واستعاد وظيفته كمعلم للرياضة. الأشهر التي تلت كانت فترة سعادة وهناء بالنسبة لفاطمة وابنتها، ولكن البوعمري بذرائع مختلفة عاود معاقرة الخمر. بدأ بكأس في مناسبة وآخر في مناسبة أخرى، وصار يحدث المناسبات إلى أن صار كما كان مدمنا على الخمر. عاود الرعب حنان إذ صار والدها يتحرش بها كما كان يفعل من قبل. ذات ليلة عاد البوعمري سكرانا ثملا، كان كدأبه يلعن ويشتم ويصرخ. كان الجيران قد تعودوا على عربدات البوعمري، وكانت فاطمة ليلتها في ديمومة بالمستشفى. لما دخل قصد إلى غرفة حنان، كان يحاول فتح الباب، حاول كسره، وكانت هي تستغيث من الداخل. ذهب البوعمري إلى المطبخ وأحضر سكينا كبيرا، وتمكن من أن يفتح الباب. كانت حنان في زاوية مظلمة من الغرفة وقد تكومت. ارتمى عليها وهو يهددها بالسكين. لما سقطت على الفراش ألقى بالسكين من يده. لم يكن يتراجع، كان مصمما على اغتصابها. أمسكت الشابة بالمدية وصوبت إليه ضربة بكل ما أوتيت من قوة. نفذ السكين من الظهر إلى داخل صدره. بعد صرخة قوية لم يعد يتحرك. تخلصت من ثقل جسمه وظل هو ملقا على بطنه فوق الفراش. كانت ترتجف، عادت إلى الزاوية المظلمة. لما كانت تستغيث كان أحد الجيران قد بادر إلى الاتصال بأمها. غادرت فاطمة مقر عملها مسرعة. لما حلت بالمنزل وجدت باب غرفة حنان مفتوحا، ولكن الغرفة كانت مظلمة ويأتي من عمقها نحيب. دخلت، أنارت الغرفة. كانت حنان متكومة في الزاوية، وعلى الفراش كان البوعمري ملقا على بطنه وقد انغرس السكين في ظهره.
اقتربت منه فاطمة جست نبضه، كان ميتا. هكذا وجدت فاطمة نفسها أمام عملية قتل القتيل فيها زوجها البوعمري والقاتلة ابنتها حنان. فكرت فاطمة في التضحية بنفسها حتى تستطيع ابنتها الوحيدة إكمال مشوارها مع الدراسة ومع الحياة. بعد أن هدأتها أقنعتها بأنها ستعترف بأنها التي قتلته. لما أيقنت أن الشابة ستسايرها في خطتها مسحت آثار بصمات ابنتها من على السكين وحرصت على أن تترك على قبضته بصماتها هي. بعد ذلك اتصلت بالشرطة. لما حضر رجال الأمن والوكيل العام للملك نقلت جثة البوعمري إلى المستودع البلدي للأموات، بينما اقتيدت فاطمة وابنتها إلى المفوضية. هناك حكت المرأتان الوقائع وفق ما اتفقتا عليه، وكانت فاطمة قد توقفت مطولا عند سلوك البوعمري ومحاولاته المتكررة لاغتصاب ابنته الوحيدة. في المشرحة خلص الطبيب الشرعي إلى أن البوعمري لما مات كان في حالة سكر بين، وأن موته نتج عن طعنة في الظهر استعملت فيها مدية من الحجم الكبير نفذت إلى قلبه. كان على الطبيب الشرعي أن يجيب عن سؤال آخر، سؤال يتعلق بما إذا توفرت علامات على أن القتيل كان يهم باغتصاب ابنته. كان الرد إيجابيا. تم إخضاع حنان للفحص ورصدت على جسمها آثار عنف، وكانت ملابسها الممزقة دليلا آخر على تعرضها لمحاولة اغتصاب. كانت فاطمة تدفع بأنها إنما سعت إلى الدفاع عن فلذة كبدها ولم يكن أمامها من سبيل إلا استعمال السكين. في صياغة محضر الاستماع لفاطمة وابنتها حنان استحضر العميد الذي تابع الملف سوابق الهالك، وخلص إلى أن ما صرحت به فاطمة الشلحاوي وابنتها حنان يظهر احتمال وقوع محاولة اغتصاب. سجل العميد ذاك التوافق والانسجام في تصريح المرأتين، ولكنه تحاشى التشدد معهما. لما أحيلتا على الوكيل العام خلص من استجوابهما ومن خلال ما تضمنه محضر الشرطة إلى توفر ما يثبت وجود حالة دفاع مشروع على النفس طبقا للفصل 26 بعد 100 من القانون الجنائي، فأمر بحفظ الملف بعد إخلاء سبيل فاطمة وابنتها.